السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: باب صيام أشهر الحرم. أليس كذلك؟ باب نيزوني أزم أشهر الحرم وتني ما سؤال فرما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عن أبي السليل عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه أو عن أمه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نازو وجم منظر الله صلى الله عليه وسلم سينتي مساء يا رسول الله يا نبي الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول يجي منظر الله نيني نازو مكة بعرفة قالنا قال شيء منظر الله شيء فما لي أرى جسمك ناحلا ya naga kara mai haka ka kange mai kara mai haka eh haka eh haka mai kawo haka qala ya rasulullah sai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yasa na rami shine ma akaltu ta'aman bin nahar tun bare da na barka ban taba cin abinci ba da rana sai dai da daddare ina azumi kullum ma akaltuhu illa bil layli qala man amaraka an tu'azziba nafsa yabo Allah ce waye ce ka azabtar da kanka qultu ya rasulullah inni aqwa yace manzo Allah zan iya ina da karfin yi gashi ka rabe kuma qala sum shahara sabri wa yawman ba'dahu kai azumin watan ramadana kuma kai azumi daya bayan watan azumi qultu inni aqwa sai yace ya manzo Allah zan iya yin sama da haka qala sum shahara sabri wa yawmayn ba'dahu kai kwana biyu bayan azumi qultu inni aqwa yace ya manzo Allah zan iya yin sama da haka qala sum shahara sabri wa thalathatu ayyamin ba'dahu wa sum ashhural hurum mahallu shahir kinana ashhural hurum wa in kana sanadul hadith da'if qala hadathana abu bakr ibn abi shayba qala hadathana al husayn ibn ali عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ونمت يزوج من زعل الله صلى الله عليه وسلم سيتي أي الصيام أفضل بعد الشهر رمضان يا من زعل الله باية وطن أزم رمضان ونوزمين يفي قال شهر الله الذي تدعونه المحرم أزم وتم محرم محل الشاهد كينكو قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا داود ابن عطاء قال حدثني زيد ابن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب عن سليمان عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب ضعيف جدا وهنا حديث ضعيف قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد ابن عبد الله بن أسامة عن محمد بن إبراهيم عن أسامة بن زيد أن أسامة بن زيد كان يصوم أشهر الحرم أسامة بن زيد يكسجي أنا أزمت وتنيم أسوأ الفرما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زالاتي صم شوالا كي أزمي وتن شوال فترك أشهر الحرم سيبر وإن تنديكي ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات بيقوشي بينا أزمت وتن شوال هل يبر الدنيا وأن حديث ضعيفني باب أبن زائر باب في الصوم زكاة الجسد باب نزونا أزمي زكان جكي كينا قال حدثنا أبو بكر
قال حدثنا عبد الله بن المبارك وهو السند قال وحدثنا مهرز ابن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد جميعا عن موسى بن عبيدة عن جمهانة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي لكل شيء زكاة كومينا زكاة زاء باير وزكاة الجسد الصوم زكاة جكيا أزمي حديث ضعيف زاد مهرز في حديثه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام نصف الصبر باب ما جاء باب في ثواب من فطر صائما باب نزونا وندا يبا مي أزمي أبن بودا باكي يكري يشاروا يكري يشاروا ونلادا ميزي سام وجن الله مدوك كنساركي درجس وجن الله سواء شي ما يأزمي كو بي أزمي با واند يأزمي لوكا تنشاروا يكباشي رواكي واتاكو كباشي أبنش كو كباشي ونعب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى وخالي يعلى عن عبد الملك عن عبد الملك وأبو معاوية عن حجاج كلهم عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجرهم دواندا يبامي أزمي أبنشن بودباكي ينار إرن لا دنسا من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ما تارد أن رجل آدم وانده أزمي بكوب كومي بأتك. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى اللخمي قال حدثنا محمد بن عمرو عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال من زال الله كتير يا شاروا يا ابو دباكي وجد سعد بن معاذ سيتي أفطر عندكم الصائمون ما سأزمي سنشاروا أوجو وأكل طعامكم الأبرار متانين كيركي سكتش أبن شنكو وصلت عليكم الملائكة ملائكوكما سكيمك الصلاة إنتي حديث صحيح إن كتير مغانا تيو أفطر عند سعد yanzu magana ake dangane da wanda ya ba mai azumi abin bude baki ko kaman ruwa kenan ko wane ne yafi kowa lada a wajen ba da ruwan bude baki eh wai zai fi lada ina aka fi sab aka fi dauka ruwa a shadon abu da baki maka azumi ko ramadan ko cikin wata azumi ko ruwan menene ruwan zamzam to wannan ruwan zamzam da ake shahar ai zuwa yanzu wacce tai sababin shi tana da lada ai ba ba na karfi ba fada me mece ce hujja manzo Allah ya fada aiko man sanna sunnatan eh ma'ana duk wanda yaje sharuwan zamzam ko yana azumi ne ko ba menene ba hajjana ummu ibrahim tana da lada eh ya wannan bangaren ba suna da ja eh isma ummu isma'il ko nace ummu mata Ibrahim ummu Isma'il tana da lada ce eh eh ne eh me alakan iyyaku mumudasatu al-umur da wannan matsala ku kiyaye abubuwan da aka kirkiro su eh sana ummu
Isma'ila tana da lada kenan a cikin duk wanda ya sha ruwan Zamzam. Haka ne ko akwai ja? Ya tabbata ijma'an ba samu ijma'i ba. Sai sadakatun jariya. Babun fi sa'imi idza ukila indahu. Babin da yazo na mutun yana azumi, wa'en suka zo wajen shi suna cin abinci kuma yana kallo shi yana azumi. Qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Ali ibn Muhammad wa Sahal qalu haddathana Waqi'un an Shu'ba an Habib ibn Zaid al-Ansari an imra'atin yuqalu laha Layla an Ummi Ammar an Ummi Umarata qalat atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqarrabna ilayhi ta'aman. Yace manzo Allah ya zo mana sai muka kawo masa abinci. Fakana ba'du man indahu sa'iman. Ya kasance ko waɗansu waɗanda ke tare da manzo Allah su suna azumi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace as-sa'imu idza ukila indahu ta'amu sallat alaihi al-mala'ika. Mai azumi in aka zo aka ci abinci a wajensa, shi bai kare azumin shi ba, mala'iku za su yi masa salati. Sanadu hadha al-hadith da'if. Don zai lissafi da Hajara da Ibrahim, waye zai fi samun lada a cikin ruwan Zamzam da ake sa tun shekara nawa zuwa har zuwa yanzu? Ibrahim dai bai ce musu akwai ruwan Zamzam wajen ba ko? Banji ba? Ya kawo ta bakin ruwa? Ya kawo ta ya aji ya sa akwai ruwa wajen ya kyale suna shan ruwa, da zai ce in kuka ci kishin ruwa akwai ruwa nan? Ya ce mi? Rabbana li yuqimu salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim. Ba shi da alaka da ruwan nan. In aka ce wa ya fi lada, ana nufin ba shi da lada kenan. Rifi ko ake wanda ladan baka san wa ya fi lada, amma wannan na da lada, wannan wa ladan sa yafi yawa. Me kace? Amma ba shi da alaka da zancen ruwan Zamzam ai. Da ya kawo ta wajen ruwa ne, ya kawo ta inda ghairu min zar'in inda baitikal muharram. To babu laifi. Duk babu zancen ruwan Zamzam fa. Akwai zancen ruwa? Akwai zancen alamar ruwa? To Annabi Ibrahim yana da alaka da sa'i Safa da Marwa? Watai ya zama me Safa da Marwa? Macici tana da lada ko ba ta da lada? Har ana da kasa ko? To za a kirga ladan? Wahala ya kai ta yi wannan abin. To ya zama me? Ya zama alkhairi. Amma inda mas'alar Ibrahim wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna jaddada ginin Ka'aba da suka yi shine mas'alar Ibrahim kuma yazo kenan. Shi kuma anan a ce shi da Hajara wa yafi lada? Ba za ma hada ba ko? قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية
قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال الغداء يا بلال من ذا الله تيكا كاو ابينشي يا بلال فقال اني صائم شي بلال يا من ذا الله ان عزمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شي نتي ناكل ارزاقنا وفضل رزق بلال في الجنه زامو شي ارزقين مو رغوان ارزقين بلال ينا الجنه ده يكي نعزمي شي ما زي تشبا اشعرت يا بلال ان الصائم تصبح عظامه وتستغفر له الملائكه ما اكل عنده يا بلال كاسن mai azumi gabobinsa suna tasbihi kuma mala'iku na masa salati sai dai wannan hadisin maudu'i ne ma ba wai baje eh to saboda kana tabbas da wannan ruwa aka gina Ka'aba kana kyauta ta zabi da yake da'ima alkhairi ake nema kaga abinda albarkan da Allah ya sa mata albarkan da Allah ya sa ta samu tun daga zamanin ta ana safa da Marwa cikin aikin haji ya zama rukuni cikin ya zama cikin wajiban aikin haji sa'i safa da Marwa yanzu kai kaje ka dawo sai ka gaji a lokacin ita mace ce kuma cikin tashin hankali da baci rai ga dana kuka gashi za ta je ta dawo yayi za ta ji akwai dadi ba dadi amma gashi za ta samu din billada shi yasa ba yanda za a yi sai ka tashi sai ba yanda za a yi sai kin tashi kin yi aiki ai ana zaune kawai haka a samu daukaka wajen Allah yace wa huzzi ilayki bi jiz'in minan nakhli sai ce me Allah ba zai iya sauko da wannan abin ya samu ta baki bane ba eh to aka ce sai kin girki dole sai kin yi aiki dole sai kai aiki tukunna ka samu daukaka a wajen Allah madaukakin sarki باب من دعى الى طعام وهو صائم باب da yazo da bayanin wanda aka kira shi zuwa cin abinci shi kuma yana azumi qala haddathana abubakar ibn abi shayba wa muhammad ibn sabbah qala haddathana sufyan ibn uyayna an abi zinad an al a'raj an abi huraira an an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idha du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sa'im in aka gayyaci wani zuwa cin abinci alhalin kasa yawancewarsa ko yana azumi falyakul inni sa'imun yace ina azumi ina ma'ana wannan maganar falyakul inni sa'imun me kenan ina amfanin fadar wannan maganar eh kar azaci ya kyamaci abincin ne sa'annan kuma fadar wannan inni sa'imun tunda manzo Allah ce ka fada ya zama riya ala haddathana ahmad ibn yusuf as-sulami ala haddathana abu asim qala anba'ana ibn jurayj an abi zubair an jabir qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man du'iya ila ta'amin wa huwa sa'im falyujib wanda duk aka gayyace shi zuwa cin abinci yana azumi ya amsa kira fa in sha'a ta'ima wa in sha'a taraka in ya ga dama ya ci abincin kuma ga dama ya kyale su ya ci gaba da azumin sa shari'a ta baka izini manzo Allah ya baka izini babun fi sa'imi la turaddu da'awatu babin da yazo nan mai azumi ana karban addu'ar sa qala haddathana ali ibn muhammadin qala haddathana waqi'un عن سعدان الجهني عن سعد بن أبي مجاهد الطائي وكان ثقة عن أبي مدلة وكان ثقة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة منزل الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوته
mutum uku ba a ana amsan addu'ansu la turaddu da'watuhum ba a kin karban addu'ansu ko in da Hausa ne la turaddu shi a ce me ba a dawo da addu'ansu ba a maida addu'ansu ba a menene ko wanne ba a kin karban addu'ansu fassara ce ba kalmar kiran ba la turaddu ba a maida addu'ansu ba a juya addu'ansu ba a me ba a dawo da addu'ansu to da cewa ana karban addu'ansu ko ba a kin karban addu'ansu wanne ne fi ba da ma'ana sosai ana karban addu'ansu al-imam al-adil shugaba adili والصائم حتى يفطر لم يعزم حرسي يشاروها ودعوة المظلوم لكم ودع أكزالين تايروك الله الله ذكر بي أدو أسا يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة الله ذكر بي أدو أن ودع أكزالين تدس أن دكزالين تموتو كارك تبس أمان تشيوى مسألة تاتفكينا الله ذي مجسا كي يقو دنيا قو الآخرة وتفتح لها أبواب السماء أبونا مودنا أدو أنكوف في السماء حتى ويقول بعزتي سي الله تي نارز إذا بواياتا لأنصرنك ولو بعد حين زن تيما كامك كو يزواك يوشني شيتي سلاسة لا تؤلون شيتي الإمام العادل أكتي المسافر الامام العادل شي تتي كلمه da take shigo cikin hadisin da yasa aka ce da'if ya ce قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا اسحاق ابن عبيد الله المدني قال سمعت عبد الله بن ابي مليكه يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد هذا حديث ضعيف قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج باب نزوران صلى كرم صلى كافٍ متون يفتزوا مسلاة إيدي يتعب انشتو كلنا قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم التمرات منذ الله بزيتم فتزوا كرمر صلى بحر سيات دبينو abinci kenan ma'ana kar mutun ya fita bar gida sai ya ci wani abu saboda ya bambanta tsakanin shi da jiya yana azumi qala hadathana jubarat ibn al-mughallis qala hadathana mandalu ibn ali qala hadathana umar ibn suhban an nafi'in an ibn umar qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama la yaghdu yawm al-fitr hatta yughaddiya yace manzo Allah baya sammako ranan karamar sallah ya fice yace masallaci sai in ya ci abinci hatta yughaddiya ashabahu min sadaqatil fitr sai ya ciyar da sahabbansa daga sadaqatil fitr wa hadha sanad dha'if qala hadathana muhammad ibn yahya qala hadathana abu asim qala hadathana ثواب ابن عتبة المهري عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل وكان لا يأكل يوم النهر حتى يرجع ما نقر مرسل الله منذ الله بزيه فتبسي ياتي أبنتي ببن صلى الله منذ الله بزيه أبنتي بسي ياتي صلى إيدي أداو با واجب بني با حرام بني إن كتي أبنتي رانا نقر مرسل الله ببن صلى الله دياي باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه باب دي زونا wanda ya mutu akwai bashin watan azumin ramadan kanshi amma sakaci yayi bai biya ba qala hadathana muhammad ibn yahya qala hadathana qutayba qala hadathana absar an ash'ath an muhammad ibn sirin an nafi' an ibn umar qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama
mamata wa alaihi siyamu shaharin, wanda duk ya mutu ana bishi bashin watan azumi, falyut'am anhu makana kulli yawmin miskin, sai a ciyar da miskini maimakon kowace rana a ciyar da miskini daya, wa in kana hadha sanad da'if. Babu mamata wa alaihi siyamu min nazarin, babin da yazo na mutun ya mutu, wanda ya mutu ana bin shi bashin bakance da yayi na azumi, bai samu ya azumin ba sai ya mutu, me ya za a yi. Qala haddathana Abdullah ibn Sa'id, qala haddathana Abu Khalid al-Ahmar an al-Amash an Muslim al-Batin wal-Hakimi wa Salamah ibn Kuhayl an Sa'id ibn Jubair wa Ata' wa Mujahid an ibn Abbas qala yati جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وتمت تزوج جمع الله صلى الله عليه وسلم سيتتي يا رسول الله يا من زوج الله صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين إرؤاتا كواتا كوياتا تامت أكوي أزم كفارة كنتا وتابيو قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضي taqdinahu, da ace bashi ake bin yar uwar taki ba zaki biya ba? Qalat bala, tace zan biya. Qala fa haqqullahi ahq, shi manzo Allah ce haƙƙin Allah shi yafi cancanta da biya. Qala haddathana Zuhair ibn Muhammadin qala haddathana Abdul Razzaq an Sufyana an Abdullah ibn Ata'in an ibn Buraida an abihi qala ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qalat ya rasulullah, sai ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi matat wa alaiha sawm, mahaifiyata ta mutu akwai bashin azumi kanta, afa asumu anha, na rama mata? Qala na'am, sai manzon Allah ce eh, in an rama yayi kenan. Babun fi man aslama fi shahri ramadan, babin kasan da su manya mata da maza da mata kowa azancin addini ke gaban shi. Kaga mace ta je wajen manzo Allah me take nema? Kari cikin addini. Yanzu kuma mace ta je wajen malamin subu me take nema? Sihiri, sa'a da sihiri da me da me. Yasa din rayuwar ta rikice ma kowa. Babun fi man aslama fi shahri ramadan, babin da yazo na wanda ya musulunta a cikin watan azumi, ma'ana an fara watan azumi ba wajibi bane akan shi azumi tunda ba musulmi bane, sai aka kai tsakiyar azumi ana cikin watan azumi sai ya musulunta, daga ran da ya musulunta azumin zuwa karshe ya zama mai kenan kanshi wajibi, to sauran abin da sauran na farkon watan zai biya ba zai biya. Ala haddathana Muhammad ibn Yahya ala haddathana Ahmad ibn Khalid al-Wahhabi قال حدثنا محمد ابن إسحاق عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطية بن سفيان ابن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف توقر مدسك زوجم الله صلى الله عليه وسلم بني ثقيف سوسك بام العباري سكتي قال وقدموا عليه في رمضان إتي سك إسو وجم الله أتوتا عزمي فضرب عليهم قبا في المسجد sai musu rumfa a cikin masallaci, falamma aslamu samu ma baqi alaihim min ash-shahr, da suka musulunta sai suka azumci abin da ya shaura na cikin watan azumi da suka musulunta. Wa in kana hadha sanad da'if. Babun fil mar'ati tasumu bighairi izni zawjiha, babin da yazo na mace tayi azumin nafila ba tare da izinin mijinta ba. Qala haddathana Hisham ibn Ammar قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتشي لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه كذا ما جتكوز مرنفو wai kada mace ta yi azumin nafila ko wana ɗaya ne ko biyu,
mijinta nanan sai ta nemi izinin shi, zan yi azumin nafila, zan yi sitta shawwal, zan yi litinin alhamis, ka yadda in yace eh shikenan, to ba shi da izini kuma yazo yace yana bukatar ta da rana kenan ko me yasa aka ce karta azumin nafila sai da izinin mijinta? Kar ya bukace ta da rana, to azumin lada ne shaurararsa shi ma menene, in ta shaurare mijinta me za ta samu? Saboda manzo Allah ce wa fi bud'i ahadikum sadaqa ala ayati haduna shahata thumma takun law, ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ba? Izinin ba karfi zaka nuna ba fa, kai ma sai kai hakuri, in kaga ta saba da azumin ne kace babu laifi, yi azumin ba a dudu da dare, ba haka bane ba? Da ranar sai kai hakuri kai ma. Ala haddathana Muhammad ibn Yahya قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانة عن سليمان عن ابي صالح عن ابي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ان يصمن الا باذن ازواجهن, ما ذا الله يا حنا متا سي ازم النافله سي ده اذنين مزاجنسو شو ازم النافله ده ذاتي ان غدين بالله ده ركي تشكي كو shauraran mijinta da za ta yi da rana in yana bukatar ta da shi da azumi, wanne ne falada? Saboda me wannan azumin da za ta yi ladan kanta kadai zai dawo, wancan kuma fa ma ta'adda ila isnayn aula bi ma ta'adda ila maf'ulin wahid, saboda wannan azumin ita ladan karta kadai zai da, amma ta shaurare shi za ta samu lada, zai samu lada kuma za ta samu ladan ta hana shi fita waje kenan ko? Ai, akwai izini da yake a fakaice kenan, ai miki izini duk da sa'an da yake da bukatar nafila yake azumi wani miki zai koko a ba a faɗi wannan ba, amma ya san tana azumi ya yi shiru, mana ya ba ta izini kenan a fakaice ya yadda ke. Babu fi man nazala bi qaumin fala yasumu illa bi iznihim, babin da yazo kaje ka sauko wurin mutane kana ba ko karka azumin nafila sai da izinin su, hadisin da'ifi ne. Ala haddathana Muhammad ibn Yahya al-Azdi ala haddathana Musa ibn Dawud وخالد بن أبي يزيد قال حدثنا أبو بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم, وهذا حديث ضعيف جدا. باب في من قال الطائم الشاكر كالصائم الصابر, ولك يتيروا yana wanda yake abinci wanda ke ciyarwa yana godiya kaman wanda azumin nafila ne shi ma yayi hakuri a wajen lada kenan, wannan yana ciyar da dukiyarsa, wannan kuma azumi yake duk ba aikin alkhairi bane ba, duk akwai lada a ciki, wanne ne yafi lada? At-ta'im qala haddathana Ya'qub ibn Humayd ibn Kasib qala haddathana Muhammad ibn Ma'anin an abihi عن عبد الله بن عبد الله الأموي أما عن ابن محمد عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطائم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر, هكذا منذ الله صلى الله عليه وسلم تودك تشير وإنها كلنا تشير لكيس تودك أزمي شيكما ليس ملادة waye filada? Me dangaji fidda kuɗi ya fi azumi wahala,
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن أبي هرة عن عمه حكيم بن أبي هرة عن سنان بن سنة الأسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. باب في ليلة القدر. باب ديزون ليلة القدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشهر الأوسط من رمضان. يجي مي اعتكافي تارد من زو الله قوما نسكي تارد من زو الله صلى الله عليه وسلم. فقال يجي إني أريرت ليلة القدر فأنسيتها. يجي أنونا من ليلة القدر كما أكمن تدني. فالتمسوها في الأشهر الأواخر في الوتر. كنيمي ليلة القدر أتكيم قوما نكرشي وتري أشرين دا تايا أشرين دا أكو دا بيار دا بقوي دا ترى. باب في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان. باب ديزونا بيان كوانكي قوما نكرشي تكيم وطن أزمي كمان كوانكي قوما نفركم وطن مي محرم ذي الحجة. قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب وأبو إسحاق الهروي إبراهيم ابن عبد الله ابن حاتم قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الحسن ابن عبيد الله عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فمن زال الله أن اجتهاد ينقر وكري أتكلم قوما نكرشي أبند بايعي أتكلم وأنسق عليك محل الشهير كي نفعل أنت وقال لن العشر الأواخر ثم من زال الله أن أقار قوازو أولنا اللوكة. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن ابن عبيد ابن بسطاس أنا أبي الضحى عم سروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر منظر الله صلى الله عليه وسلم إن أكشق قوم نكرشي أحيى الليلة سيرا يدري وشد المئزر يدور ورجل وأيقظ أهله يتاد يا لنس أتاش أنيمي فلالله الله مدعوك كنصركي أحيى الليلة بايه نونا شوها تنبغى إشايكي هارزوا كرا صلى الله عليه وسلم أحيى الليلة زاد راية داري زاد شعبينشي زاد وفوتا زاد تاش أي دوا إن أيوكا دعيكي أن يتسونا سكي راية داري با صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إشانا نافل في لحركنا صلاة وآه. باب ما جاء في الاعتكاف. باب اندزونا اعتكاف. قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام عشرة أيام. منذ الله صلى الله عليه وسلم إلى اعتكافي قوة شكرا قوانا قوما. فلما كان العام الذي قبض فيه شكرا منذ الله يبر دنيا اعتكف 20 يوما سيعتكافي قوانا 20 وكان يرد عليه القرآن في كل عام مرة. قوة شكرا أنا زوا أنا مدارس على القرآن لشي سوطايا. فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين شكرا من زال الله زي بردونيا سيأخذ واقعي مدارسا القرآن شيد جبريل سوبيو علامة كننشي ومن زال الله زيت. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن ابن عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. منذ أن يكسر شيئا اعتكافي وأنا أقوم نكر شيئا أتكوة أزمي. فسافر عاما سيت فيها أوتشكرا. فلما كان من العام المقبل بدي اعتكف 20 يوما سيعتكافي وأنا أشرك أي رامو من شنكي نقوم.
باب ما جاء في من يبتدئ الاعتكاف وقضاء الاعتكاف باب ده يزو نا وند زي فار اعتكاف ده وند كما اعتكاف اكا بيش باشي غاشي نا منذ الله يا راماكو. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الصبح منذ الله زي اعتكاف شيء صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد ان يعتكف فيه sai shiga cikin rumfa inda aka kare aka tange masa zai itikafi sai shiga ciki bayan sallar asuba fa arada an ya takifa al-ashr al-awakhir min ramadana sai ya so yayi itikafin kwana 10 na karshe watan ramadana fa amara fadriba lahu khiba'u sai ce a gyara masa rumfa ko menene a cikin masallaci sai aka yi masa fa amarat aisha bi khiba'in fadriba laha dan aisha ta ga ayi manzo Allah sai ta ce ita ma ayi mata wacce kuma ta gani ita ma ta ce ayi mata wacce kuma ta gani ita ma ta ce ayi mata sai manzo Allah zai gani yace meye wannan ce ayi hajjia ce ta ce ayi mata ayi hajjia wacce ce ta ce ayi mata ayi hajjia wacce ta ce ayi mata sai manzo Allah ce wannan Allah suke nufi da shi a cicire duka falamma ra'a zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al birra turidna falam yatakaf fi ramadana wa atakaf ashran min shawwal bi azm bi itikafin wannan watan ramadana ba sai itikafi a cikin shawwal mahallu shahid shine me wa qada'i al-itikaf babu fi itikafi yawmin aw layla babu zai zo nayi itikafi rana daya ko dare daya ala hadathana ishaq bin musa al-khatmi ala hadathana sufyan bin uyayna an ayyub an nafi'in عن ابن عمر عن عمر انه كان عليه نذر ليله في الجاهليه يعتكفها سيدنا عمر يي باكنشي ا cikin lokacin jahiliya zai yi itikafi dare daya fasala annabi sallallahu alaihi wasallam fa amarahu an yatakifa da musulunta sai ce ya manzo Allah na taba daukan na taba yin bakanci ko lokacin jahiliya zai yi itikafi dare daya shi manzo Allah ce je ka biya babu fil mu'takifi yalzamu makanan min al masjid babin da yazo nan mai itikafi ya lazimci waje ɗaya a cikin masallaci ina mana yalzamu makanan fil masjid eh yaje nan jin radio yaje nan jin wasa yaje nan jin labari yaje nan ko قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرحي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال انبانا يونس ان نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان قال نافع وقد اراني عبد الله بن عمر المكان الذي يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم محل الشاهد kenan yace shi nura mai ce ga inda manzon Allah ke yin itikafi ma'ana nan yake lazimta kenan eh ai قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك عن عيسى بن عمرو بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اعتكف طرح له فراشه او يوضع له سريره وراء اسنوات التوبه وان حديث ضعيف ني ان يي سي ان منزو الله يتكافي مصلاتي سي اكاو سريرسا ko shimfidar sa inda zai lazimta sai aje mishi wajen ustuwanat tauba ustuwanat tauba inda wani sahabi ya laifi ya je daura kanshi a wajen har sai da aka yafe masa shi ake cewa ustuwanat tauba wa hadha alhadith da'if babun fil i'tikafi fi khaymatil masjid babin da yazo nan i'tikafi a cikin khayma a masallaci rumfa kenan da za a yi a cikin masallaci ina mana rufa a cikin masallaci masallaci na kare ka daga zafi da rana da koto me kuma ai rufa mana a kewaye inda kana ciki ba wanda ke ganin ka baka ganin kowa sai dai ku tashi ku yi sallah in ai sallah shi a dawo ka zo ka zauna kai kadai kana ibada qala hadathana muhammadu ibnu abdul ala as-sanani قال حدثنا المؤتمر ابن سليمان قال حدثني عمارة بن غزية قال سمعت محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية منذ الله اعتكف في أتكين رنفا قبة رنفا دا أكي مسا بند أكي كاو دا كسن تركيا
ala suddatiha qit'atu hasirin, akan kofan wannan inda rumfan akwai yanki asabari, akwai yanki na tabarma da aka rufe, ba a ganin wanda ke ciki, wanda ke ciki ba a ganin wanda ke waje. Qala fa akhadha al-hasira bi yadihi fa nahaha fi nahiyati al-qubba thumma tala'a rasahu thumma atla'a rasahu fa kallama an-nas. Da manzo Allah yake so ya magana da mutane, sai ya ja wannan asabarin ko wannan shifidan da aka tabarman da aka rufe kofa da shi da ita din, sai manzo Allah ya kwaye, sannan ya kalli mutane ya zanta da su. Babun fil mutakifi ya'udu marid, ya'udu al-marid wa yashhadu al-janaiz, babin da yazo na mai itikafi zai dubi marasa lafiya ko zai halarci janaza. Qala haddathana Muhammad ibn Rumhin qala anba'ana Lays ibn Sa'd an ibn Shihab an Urwah ibn Zubair wa Amrah bint Abd al-Rahman anna Aisha qalat in kuntu la adkhulu al-bayt lil-haja, tace tana itikafi za ta shiga gida saboda bukatarta, wal maridu fihi mara lafiya kuma na gidan, fama as'alu anhu illa wa ana marra, bazata tambayi labarin mara lafiya ba sai in zata wuce zata ko zata dawo, bazata kwara ta je wajen mara lafiyan ba. Qalat wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu albayt illa li haja, tace manzo Allah yana itikafi baya fita masallaci yaje shiga gida sai dai saboda bukata. Idza kanu mutakifina, in suna itikafi. Qala haddathana Ahmad ibn Mansur Abu Bakr qala haddathana Yunus ibn Muhammad قال حدثنا الأهياج الخراساني قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن أنا عبد الخالق أنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريضة. هذا حديث موضوع. باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله, باب النزول من إيتكافي زئي وانككر سيتاج الكاش سصبوده سبتا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاور, وهو مجاور أي وهو معتكف, منذ الله ينا إتكافي سي ميكو من كسمي البركة إتكم تناوى جمع صلى الله تتاجي مسغي تجارة مسغاش انسا, فأغسله وأرجله, نوانكي نتاجي wa ana fi hujrati, tace ina cikin ɗakin ta, tana cikin ɗakin ta, manzo Allah zai miƙo kansa yana cikin masallaci, wa ana ha'idun, tace lokacin kuma tana cikin haila, wa huwa fil masjidi, manzo Allah kuma yana cikin masallaci sallallahu alaihi wa sallam. Babun fil mu'takifi yazuruhu ahluhu fil masjidi, wai mai itikafi iyalansa za su zo su ziyarce shi a masallaci ko ba za su zo ba, shi ba zai je gida ba sai saboda wata bukata, ba na mutum zai je ya kewaya kenan, to amma iyalansa su za su zo masallacin su gaishe shi a yi tadi kadan a tashi a tafi, ya halatta ko bai halatta ba za mu gani. Qala haddathana Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami qala haddathana Umar ibn Uthman ibn Umar ibn Musa ibn Ubaydillah ibn Ma'mar عن أبيه عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن الحسين عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم, صفية بنت حيي ما تم زن الله صلى الله عليه وسلم, أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره, تازو وجم زن الله تزير تشيش وهو معتكف في المسجد, هل انكسا جم زن الله هنا اتكافي أمس أتكي مسلاتي في العشر الأواخر من شهر رمضان أقوم نكر شيء أوتن أزمي, فتحدثت عنده ساعة من الإشاء تزونا تيهيرا لمن زعل الله أكد أن تتونا سيتشي تزون كوما يجدا, ثم قامت تنقلب لأك يهيرا سكتتونا تيهيرا لمن زعل الله بايل لشاء سيتتاش تتشي ذات كوما يجدا, فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها, سيما زعل الله يتاشي زي الركعة هكا, حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن أم سلمة, سنة في أيتنا منذ الله سيد وجن كوفا دكي كسد لكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, فمر بهما رجلان من الأنصار, منذ الله لما تسى سنة فيها سيئون سبتا نبي سكزو سنة سكزو, فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ, sai suka mamu sai suka ga manzo Allah da mace suna tafiya, sai suka yi sallama suka kama hanyar suna tafiya, fa qala lahumu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala rislikuma, sun ga manzo Allah da mace
zai shiga zai rakata ba san me ya faru ba sai suna sauri kana Allah Allah kar a ganka ba eh babban mutum ka ganshi sai baka son ma shi ya ganka ganshi sai manzo Allah ce ala risalikum a hankali ku tafi a hankali innaha safiyatu bintu huyay safiya ce yar huyay mata ta ce qala sai suka ce subhanallahi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kabura alaihi ma zalika suka ce subhanallahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai mas'alan ka dauke ta da zafi da yawa ya manzo Allah manzo ce a hankali ku tafi a hankali safiya ce mata ta ce ce mai kuma yace subhanallahi sai abin yayi musu nauyi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce inna ash-shaytana yajri min ibni adama majra ad-dam ai shaytan yana gudana cikin dan adam kaman yanda jini ke gudana wa inni khashitu an yadhifa fi qulubikuma shay'a nayi gudun kada jefa muku wani abu cikin zukatan ku kudurce shi sai ku halaka yasa na bayyana muku komai da komai kuka sani sallallahu alaihi wasallam yasa kai da matanka ne ce kai da mutane ne komai duk abin da ke dan shuba warware ma mutane ga gaskiyan abin wanda ya ga dama ya dauka wanda bai ga dama ba ki dauka ba abin da ya ma zafi amma abubuwa suna manzo Allah ce man wada'a nafsahu ma'arada dhammi wa la yalumanna illa nafsahu babin fil mustahada ta'takif babin da yazo mace da take zubar da jinin cuta ba na haila ko ko biki ba za ta yi itikafi qala hadathana al-hasan ibn muhammad an-sabbah قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن إكرمة قال قالت عائشة نانا عائشة تتي اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه وتمت تكي ما تمنز الله تا اعتكافي تارا منز الله فكانت ترى الحمرة والصفرة سيتكتنا غنين جني جاجة 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 با حيلا باتي قوة فربما وضعت تحتها التزد sai ta aje ta sa ko mazubin wani abu ta zauna akai saboda in zai zubo ya zubo wajen kare ta masallaci ba haila bace ba nifasi bane istihaza ne zan jini cuta ce babun fi thawabil itikaf babin da yazo na ladan lokacin mu ya cika ko sura hadisi biyu mu yi ijma'i a karasa in ba da izinin ku ba na karasa na takura mu باب في ثواب الاعتكاف قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا محمد بن عبية قال حدثنا عيسى بن موسى البخاري عن عبيدة العمي عن فرقد الصبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعكف الذنوب ميعتكافي وإعتكافي ينا كور الذنبي بمعنى يحبس الذنوب هنا حنا الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها هذا وانا حديث ضعيف نشيما على باب في من قام في ليلتي العيد باب نزول وند تاشي درن عيد كرمن صلاه كو ببن صلاه ينا عباده قال حدثنا ابو احمد المرار ابن حمويا قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة العيدين مهتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب هذا حديث موضوع هذا آخر ما جاء في كتاب الصيام وبعده كتاب الزكاة إن شاء الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.